حدث فريد من نوعه تحتضنه أبو ظبي، المعرض الدولي للصيد والفروسية 2014، انطلق في العاصمة الإماراتية في دورته 12 بمشاركة محلية وعالمية. المشاركون قدموا لوحات تاريخية لا تنقصها الحداثة، وجدت مستقرها في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، حيث يتنافس 640 عارضا من 48 دولة مختلفة من دول العالم. المعرض تضج قاعاته بكل ما يرتبط بتقاليد الصقارة والصيد بمختلف أنواعه، والفروسية والرياضات المائية ورحلات السفاري والتحف الثمينة والحرف اليدوية. إن المعرض يتميز بوقته، وقت صحيح، يعني موسم الرحلات والصيد يبتدي من نص 9 وانت طالع. نحن السنة جبنا الكوادسكي اللي هي الدراجة البرمائية، هي تتميز بقوتها وسرعتها، وخلال 5 ثواني تتحول من دراجة إلى جيتسكي. عندنا قوارب يعني من أأمن القوارب على مستوى العالم اللي هي البوسن ولار. أجنحة المعرض مختلفة، لكن أهمها أجنحة الأسلحة والمدعة التي حوت تحفا فنية أدهشت الحضور بجمال التصميم والحفر على جنباتها. عرضنا أول بندقية صيد اللي محفورة باليد عليها مسيد الشيخ زايد، اللي تعكس تراث الإمارات وتعكس بعض حضارة الإمارات اللي موجودة. وكان للحرف اليدوية الإماراتية مكان بارز في هذا المعرض، والمرأة بشغفها للتعرف إلى كل شيء كانت حاضرة أيضا ومن أوروبا. هذه المرة الأولى التي أزور فيها دولة عربية، حيث أردت أن أتعلم شيئا عن هذه الثقافة. زميلي قال لي إن من الجميل أن أرى معرضا كهذا. ويناهز مجموع جوائز المسابقات التي ينظمها المعرض 500,000 درهم، وهي تشمل فن صناعة القهوة العربية وأجمل القصائد النبطية في وصف الصيد والعديد من المسابقات. إن كنت من محبي رياضة الصيد والفروسية والصقارة، فهذا المعرض سيوفر لك كل ما تحتاجه لممارسة هوايتك. ولكن قبل أن تغادر المكان، لابد من رشفة ساخنة من القهوة العربية. حسن الأحمدي، سكاي نيوز عربية، من معرض الصيد والفروسية أبو ظبي.